السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، الموضوع التي لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث التي لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا دين، ولو أنت تأخذ دينك أول شيء خاص يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أشنو الحديث؟ معنى الحديث هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو أقواله، أشياء دار الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكلم أو صرح بها أو أجازها، يعني كتكون المنبع ديال الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي القرون الأولى ما كانش الكذب بزاف، ما كانش الكذب، كانوا ما كانش كذب. ملي كثروا المسلمين وجاو القرون الثانية بدا داكشي ديال الكذب والزيادات، فطلع علم سميتو علم مصطلح الحديث. اللي كيدرس الحديث صحيح وكيدرس الرواة والمتن، والحمد لله وفق الأمة الإسلامية العلماء أنه حطوا لك الأحاديث، يعني الأحاديث صحيحة، وحطوا لك العلوم، وحطوا لك الطريقة باش تضعف وباش تصحح، وورونا بعض الأحاديث صحيحة وكاينين يعني موجودين. حنا كنحاولوا نقربوا للناس الأحاديث الضعيفة واللي ما تبتات على الرسول صلى الله عليه وسلم، باش يكون على بصيرة، واللي كثرت على الألسن، يعني باش عرفها، باش حتى لا تعبد الله يتعبد عن علم، يعني من اللي يتعبد، لأنه بعض الأشياء ممكن كنديروها ولكن ما كايناش. يعني بحال كتقرا داخل القسم، كتقرا وكيقروك في الامتحان، جا حطوا لك شي حاجه ماشي اللي كنتي تقرا، يعني بحال كندوزو في هذه الحياه كنموتوا على شي حاجه ما عارفينهاش. لا، وبعض المرات من اللي ما عرفتيش الاحاديث الصحيحه وداك الشيء، كتعبد عباده وكتمحن في الاخر ما كايناش. عموما في القران معظم الاحاديث حتى نوح بن مريم هي ضعيفه موضوع، معظم بزاف، القليل فيها من يثبت اللي عنده كروف سلسله، هو معظم كاين بزاف ضعيفه، مثلا كاين بزاف موجوده خصوصا في القران وفي السير النبوية. الثعالبي حط كثير في السير النبوية. فالآن مع مجموعة من الأحاديث الآن التي لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا نسردها سردا بالدرجة ديالها، ويعني اللي كتكون مشهورة على ألسنة ديال الوعاظ والدعاة والألسنة الناس. مثلا في الصلاة مشهور الحديث ديال في الصلاة، أن الصلاة كتعادي للواحد يعني في دم، إلى ضرب في يده شوية بمقدار درهم من الدم راه هو صلاة تعاد، يعني تعاد صلاة من قدر درهم من الدم. هذا في الموضوعات الحديث لا يثبت الحديث. السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار، بعيد، والبخيل بعيد، يعني حديث من الموضوعات. أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هكذا كلامه، من الموضوعات الحديث أنا عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، هذا ضعيف. احنا نعرف أن في الجنة قيل بأن نتكلم العربية الأخر دياله، ولكن أنا عربي القرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، ما جاش الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا. ربما كل واحد يتكلم بلغته، ربما احنا نعرف القرآن نزل عربي دي، ولكن ما تابش الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ضعيف، ما قالوش إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن ياسين من قرأ فكأنما قرأ القرآن 10 مرات. هذه من الأحاديث الضعيفة، هو الموضوع والضعيفة، وخصوصا الان الناس كتقرا في داكشي ديال المقابر. هو في القران في سوره ياسين لما ينفعش الحير ما ينفعش الميت، هذه من الاحاديث الباطله الضعيفه اللي ما كايناش اصلا. فكره ساعه خير من عباده 60 سنه، هذه كذلك من الحاجات الموضوعه، من الاحاديث الموضوعه. فكر ساعه خير من عباده 60 سنه، من الاحاديث الموضوعه. لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد، ضعيف. بعض الناس هذه بزاف تقول لا خلا لا، يعني اللي ساكن حدا الجامع خصو يمشي الجامع اخر، لا، هذه من الاحاديث الضعيفه. مثلا بحال اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان، لا، هذه الاحاديث هذاك موضوع منكر، لانه هذاك عمل قلبي، وتا واحد ما كيشهد شي واحد عمل قلبي. انا طالعت على قلبك باش نشهد لك، يشهد له بالصلاح. رجل يعتاد المساجد فهو رجل يظهر عليه علامه الصلاح، لانه ما يمشي الجامع الا كان فيه علامه الصلاح، ولكن باش اشهد له بالايمان، لا، هنا الحديث، لا، هنا هذاك من المنكرات. الحجر الاسود يمين الله في الارض يصافح به عباده، هذا موضوع. صوم وتصحوا هو ضعيف، بزاف الاحاديث في رمضان راها ضعيفه، القليل كاين 5 أو 6 اللي هما ثابتين، ان معظمهم مثلا ديال 6 شهور يتسناوا الصحابه 6 شهور من بعد 6 شهور، كذلك ضعيف، ان اوله رحمه واخره ما وسطه مغفره واخره كذلك من ضعيف، هذاك الضعيف من ضعيف. كاين بزاف الاحاديث في رمضان ضعيفه، وفي شعبان كذلك، النصف الليله من شعبان كذلك ضعيفه، صوم منها صوم وتصحوا ضعيف. البدايه ديال الدعاء من اللي تفطر الاخر ديالو اما ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وثابت فقط في من اللي كتقولوا في الحليب او في الماء او في التمر، ما ثابتش في اي شيء يعني معين، فلذلك في اضطراب هذيك المساله. ممكن تقول اللهم لك صمت على رزقك افطرت، ممكن، ولكن ممكن تقولوا من اللي تفطر بالتمر والحليب، هنا ثبت مره، ولكن ثبت الاجر ان شاء الله اللي فيها نظر، فيها نظر، بحال صدق الله العظيم كذلك، والله يكذب، هذه من الحاجات اللي تزادت على القران، الله يكذب.
وبعض الناس كتلقاه صدق الله العظيم هو كيقرا على الربا ويتعامل بالربا صدق الله العظيم، لا، او ملي كتشد المصحف وتقبل المصحف لا، او على راسك لا، هذاك الشيء كله من الاحاديث. لا، قيمة المصحف في الاتباع في العمل ديالو، أما ما تعبت أنك تقول صدق الله العظيم بحال والله لا يخلف الميعاد في الأذان، والله يخلف الميعاد ونصدق من الله قيلة ونصدق من الله حديثة. راه اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وشو أشطر اليوم لعنوا بما قالوا، الله لا يخلف الميعاد، هذه زيادة زادوها الإنسان، زادوها في الأذان، زيادة في الأذان، هو كتزيد في الأخر إن الله لا يخلف الميعاد زيادة، كذلك صدق الله العظيم، والله يكذب يعني، الله لا يكذب. أو لا يكذب يعني ما لا تقرا القران وتصدق به قلبيا، اما ديك المصطلح هذيك ما تثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعل اصلا الرسول عليه الصلاه والسلام. اوصاني جبريل عليه السلام بالجار الى 40 دارا، يعني الا اللي كتسمع الحديث مشروع علينا 40 دارا جارا، هذا موضوع ما الا من هنا 10 هنا و10 هنا ما لم يثبت، يعني الجار على حسب العرف، هذا الحديث ضعيف، الجار كيمشي على حسب العرف، بعض المناطق بعض البلدان بعض الدول كتلقى عندها العرف كيقول لك هذه القبيله ديالي جيراني، وبعض الناس يقول لك تفوت واحد دايره جاري، كيمشي على حسب مساله العرف، ما كيتحددش لا يحدد بالدار الاين 40 دارا جارا، هنا لا يحدد يعني ماشي ما كيكون، هذا من الاحاديث الضعيفه. لولاك ما خلقت الدنيا، هو اللي كيدار زعما الرسول صلى الله عليه وسلم انه قبل ما يخلق ادم ان الدنيا لولاك ما خلقت الدنيا، وقلت اول من كتب القلم اكتب محمد، هذه كلها من الاحاديث الضعيفه من غير موجوده، وتحت الكرسي موجود لا اله الا الله محمد رسول الله، كلها حديث موضوعه، ومن هذا الحديث ديال لولاك ما خلقت الدنيا هو من الاحاديث ضعيفه. ومن قرا سوره الواقعه في كل ليله لم تصبه فاقه، يعني ما كيصيبو لا فقر لا والو، لا قرا سورة الواقعة في كل ليلة ما يفتقر والو، لا هذا ما جاء بيدك بالمرة هو ضعيف يعني، ويتصعب على النفس. الملك اللي بها شوية ولكن ما تثبت أن تنجيك من عذاب القبر ولا شيء، هو شوف اللي ينجيك من عذاب القبر هو العمل ديالك يعني، ماشي القراءة ديال القرآن، لا، هذاك ما ثبت، كما قلنا أن سورة الكهف ترفع لأبي سعيد الخدري، ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو رفعت سعيد الخضري، اما تقراه في اي ليله يعني ماشي ضروري خاصك تقراه يوم الجمعه، ومن قراه فلا حرج عليه، ولكن ما ينسباش الرسول صلى الله عليه وسلم انه من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي بغى يقرا الواقعه يقراه، ولكن ما ينسباش ان الرسول صلى الله عليه وسلم من فاقه ما كتحيد ليه الفقر بحاله، ولا الحديد ولا النازعات ولا هادو من الاحاديث ضعيفه، وشكون اللي حطهم؟ نوح بن مريم. من اصبح همه غير الله عز وجل فليس لله من امرهم من شيء، ومن يهمه امر المسلمين فليس منهم، هذا كذلك ضعيف يعني، كذلك ضعيف يعني، بحال من زارني ولم مشى سميتو ولم يزرني فقد جفاني، وهذاك الشرك، الا بحال ان بغض الله عند الحال ترى، ولكن انت حلال بغيت، هذه من الاحاديث كذلك اللي ما متبتاتش على الرسول عليه الصلاه والسلام. كما تكون يولى عليكم، هذا ضعيف، هذا قول فقهاء، ونعم المعنى ديالو ثابت، ان كما كتكون عيتولى عليكم يعني لك تصالحين يجيلك ناس صالحين، لو ان القران من وتقول فتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كما تكون يولى عليكم، لا ما لم يقل هذا من الضعيف، هذا من الحديث الضعيف، من ولد له ولد، الحديث المشهور لا تولدك الولد تأذن في اليمنى وتقيم في اليسرى، هذا ما الولد ما يفقه شيئا، هذا موضوع من المنكرات ولو موجود عند ابن القيم كذا، ولكن هو حكم عليه بالموضوع في واحد اللي صدرت حسن، ولكن ما لا يثبت بالمره، فهو من الموضوعات يعني، من ماشي من سنن المولود، سنن المولود معدودين، هما خمسه وست سنن، ست سنن او خمسه، اما تؤدين في ودن وتوقن في ودن هو ما يبقى شيئا بالمره، لانه اصلا تولد على الفطره ديال الاسلام، هو تولد هو مفطور مسلم، هو يرجع فقط الاب والام اللي خاصو يعتني وتربيته لانه باش يبقى على المنهج، اما تودن لي فود وتقين فود ما ثبت من اي طرق، في طرق نعتقد اربعه وخمسه ما ثبت من اي طرق انه موضوع، لان الولد ما يفقه شيئا، باقي ما يفقه شيئا، راه كيشوفها بعينه، راه السمع باقي قال بالعين ملي كتشوف راه ما كيشوفش، هو راه شويه كيسمع الاصوات، راه باقي ما يفقه شيئا، فلا ما طب الا درتيها ما عليك حرج، دابا المشكل في الكلام انت، غير ما تنسبوش الرسول صلى الله عليه وسلم، غير ما تنسبوش، انت باغي تبقى تقرا الواقعه في الليل، من منعك؟ ولكن غير ما نقولوش صلى الله عليه وسلم وقال لنا وفيها لا، غير لا انت ادرتي ما تقولش صلى الله عليه وسلم اللي قال ادن، لا، احنا حيت هضرنا بعض الدروس ديال الفكر الاتباع، الفكر هذاك الفكر لا، من منعك؟ ولكن ما تنسبوش الرسول صلى الله عليه وسلم لانك نسبتي للمشرع في ديك الحاجه، لا، لانه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال حديثا يرى انه كذب مشكله، فهو احد الكذابين يعني، ومن وانا خصيم من كذب علي يوم القيامه، تصور يجي الرسول صلى الله عليه وسلم وخصيمك واقف لك، علاش كذبتي عليه؟
وعلاش قلتي حديث وما درستيش اصلا؟ واحد خصوصيتك خصوصا اللي كانت تكلموا على الناس اللي في المنابر، مش على الناس، واحد مسكين عادي راه مسكين تسمع ما عندهم، ولكن واحد يتلقى في المنابر وكيعلم الناس لا، شرط خاصو يشوف منين جاب الحديث، خاصو يعرف منين جاب، خصوصا اذا كان في الاصول. مازال بعض العلماء يتجاوزون في الشيء ديال العادي ديال القصص والروايات، كيتجاوزوا على الضعيف، ولكن لو دخلنا الاصول والاحكام لا، ما تستدلش بالضعيف، الموضوع لا يستدل به. الضعيف وداكشي ممكن في بعض الاشياء ديال فضائل الاعمال، ولكن معظم العلماء اللي كيكون الافضل انك ما تستدل به الافضل، لانه يغنيك الصحيح، يعني يغنيك الصحيح. بحال انا ابن الذبيحين، ما متى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمره ما قالها هذيك في ديال الاسرائيليات، لانه يقولون بان الولد اسماعيل هو ولد الخطيئه، لانه بحال ابراهيم عليه السلام غار نام مع هاجر من وراء ساره، فهو خرج ابن الخطيئه، فاسحاق هو الولد الذبيح، فبالتالي اخي الانبياء وعيسى ماشي اسماعيل عليه السلام. هذا كذلك من الاشياء الموضوعه، مزيان واحد يعرفها، ولكن انا ابن الذبيحين كذلك من الاشياء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها. من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد، لا هذا ضعيف جدا، يعني المتمسك بسنتي بعد فساد امتي هذا من الاشياء الضعيفه جدا، لان لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان قال من فساد من، يعني اللي تمسك بسنتي بعد فساد امتي من الحاجات الضعيفه التي لم تثبت ما تبتات على الرسول صلى الله عليه وسلم. او بالنسبه ايها الناس قد اضل لكم شهر عظيم فيه ليله خير من الف شهر، جعل الله صيامه فريضه وقيام ليلته تطوعا، يعني هو يعتبر من الاحاديث الضعيفه، ما كيناش يعني ما قالهاش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقولها. يا جبريل صف لي النار ونعت لي جهنم، فقال جبريل ان الله تبارك وتعالى امر بجهنم فوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم امر بها فوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم امر بها فوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمه الى اخر الحديث. فهذا موضوع كذلك، هذا من الموضوعات، يعني لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، يعني هو كذلك ضعيف، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وأن بعد الناس من الله القلب القاسي. لا هنا ضعيف، نعم أنك تذكر الله، ولكن ماشي معناته لا تذكر الله مرة مرة ساعة وساعة، ولكن يعني أبعد الله من الناس من الله القلب القاسي، مشكلة. دابا الأحاديث علاش كتكون مشاكل فيها في المتن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يفتح على القلوب، ما كانش كيطلع على القلوب، ما كانش كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كيطلعش على القلوب، يعني نحكم بالظاهر. اذا انتهى احدكم الى الصف وقد تم فليجبد اليه رجلا يقيمه الى جنبي، ضعيف، يعني لم يشل الصف ولقى الصف خاوي مثلا في الجامع وما لقى حتى واحد ويجر واحد من عنده يوقف معاه، لا هذا من ضعيف. الا شي واحد مشى ولقى الصف كامل يجي في النص فين كاين الامام ويجي تا هو يوقف في الصف الثاني ويوقف في هذيك البلاصه، واللي جاي يكمل على اليمين ديالو تيسالي ومن بعد الثانيين على الشمال ديالو، ولكن ما يبداش من اليمين لا كيبدا من النص. مثلا جا واحد ولقى الصف كامل يجي فين كاين الامام ويجي ورا الصف الاول ويوقف تما، وديك الساعه الصفوف تبدا تكمل من اليمين ديالو، ولكن باش يجبد لي واحد لا، هذا يعتبر من الاحاديث الضعيفه. الابدال في هذه الامه 30 مثل ابراهيم خليل الرحمن عز وجل، كلما مات رجلا ابدل الله تبارك وتعالى مكانه رجلا، يعني الاخره هو موضوع، يعني هذا موضوع، يعني ماشي شرط ان كل 100 عام كيجي يتبدل، لا هذا من الموضوعات، يعني واين تعرفه، يعني فين كاين الرجل، فين لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان احكم العرب، افصح العرب، كلامه فصيح، كلامه باين عليه النبوه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان باين عليه النبوه. ما فضل ابو بكر، يعني ابو بكر ما فضل عليكم، يعني ابو بكر بكثره الصيام ولا الصلاه، ولكن شيء وقر في صدره لا اصل له، هو لا اصل له، احنا يعني هذا الحديث لا اصل له، ما فضل عليه، يعني ما فضل عليكم ابو بكر بكثره صيام ولا قيام ولا بشيء، الا بشيء وقر في صدره، هذا لا اصل له الحديث، هو كلام، ولو الكلام طيب، ولكن هو ما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل. تحية البيت الطواف، بزاف كتسمعوا هذه، رغم انكم ما كنسمعوش في المغرب، ولكن بلدان ثانية يسمعوا فلا أصل له كذلك. إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له الرب يا ابن آدم لما إلى من تلتفت، إلى من هو خير مني، ابن آدم اقبل على صلاتك فأنا خير لك ممن تلف، يعني الحديث يكون اصلا حتى في الحد ديالو تكون ماشي تكون شويه الفاظه صعيبه الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها، هذا ضعيف جدا، يعني ضعيف. هو واحد بغى يحك واحد على غفله دار، يعني لا، الحديث ديال الالتفات في الصلاه وهذه لا، ولكن كثره الالتفات هي الاشكال، العمد في الالتفات، اما لك الواحد للضروره
الضروره، مع الضروره يعني بعض المرات الضروره ماشي كتعمدها. اما المشكل التعمد، هنا في الالتفات كاين حديث ثاني ديال التعمد، ان الانسان في الصلاه وراء الله راه في الصلاه. هذه كما هذا الحديث بهذه الصيغه لا فهو ضعيف جدا. وقع في نفس موسى الحديث المشهور ديال ان الله لا ينام، مع وقع في ان الله لا ينام فارسل اليه ملكا يعني اعطاه قارورتين، وبقى شاد القاروره الاولى بيده والثانيه بيده وبقى شاده. هذا ضعيف يعني لا يثبت، يعني ولا يثبت لا يثبت. ونبي الله عارف معنى موسى عليه السلام، الانبياء ماشي بحالنا، الانبياء هما عندهم فكر ثاني، عباده ثانيه. الانبياء عندهم اتصال بالله، الانبياء ماشي بحال البشر. يعني وقع في نفس موسى ان الله ما ماشي بحال البشر، يعني على يعقوب غار من كان الاولاد كيصحبوا غير من ابنائه وكانوا يحبوا يوسف. لا، نبي الله حتى لو كان ما كيبينش حتى لو كان ما كيبين. قصه يوسف الغار الثاني لتثبيت ناس ثانيه، ماشي ان يعقوب كان يحب هذا وما كيحبش الاخرين. لا، نبي الله كان يعدل بين الابناء. نبي الله اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. عقيدتنا في الانبياء انهم منزهين على الكبائر ولا يتعمدون الصغائر، وداك الشيء اللي كيديروا البشر ماشي بحال بحال، هما راه حنا نقتدي بهم في كل شيء. النضرة سهم من سهام ابليس، من تركها خوفا من الله اتاه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. ضعيف جدا. يعني نتكلم على النظره اللي واحد كيبقى يشوف النساء، لا ماشي بالضبط، غير هو النظره الاولى الخافته لا تحاسب عليها، غير تغض البصر ديالك، ولكن بهذا اللفظ لا، هو ضعيف جدا. يعاد الوضوء من الرعاف السائل، هو موضوع لا يعاد الوضوء من الرعاف السائل، يعني حاجه ما كتمسع مع عندك مد ما ما لا سلطه لك. هذه بحال التبول اللي كيكون سال البول، وداك الشيء حاجه ماشي انت اللي تتحكم فيها. هذا كذلك الموضوع، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا موضوع، هذا قول هذا القول الارجح انه قول الحسن البصري، ولكن غير هو قول ماشي الايمان ليس بالتحلي، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه الفعل. هذا من موضوع، ولكن هو من قول السلف. تخرج الدابة ومع عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان، فيقول هذا يا مؤمن، يقول هذا لا، هذا منكر، يعني منكر. عصا سليمان يعني الدابة عند الدين، يعني عصا سليمان هذا من الأحاديث كذلك المنكرة، من الأحاديث المنكرة. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إلى الغار، فدخل فيه فجاءت العنكبوت فنزلت باب من الغار. معروف هذاك ضعيف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مشى ولقى الغار وكاين العنكبوت وكاين الطائر، وأبو بكر الصديق شيدو أفعى، هذا كله ضعيف. الله على الرسول صلى الله عليه وسلم ركينا الآية صريحة جدا، لو شافوا لتحت لشافوا تحت لرأونا، وما بالك باثنين الله ثالثهما. لا، هذيك تنقص من قدرة الله. لا، هذا من كما ديال الطائف، هو ضعيف جدا هذاك، بحال طالع البدر علينا. جغرافيا لم يثبت، يعني باينة، يعني هذا ضعيف جدا. هذو راه كيدخلوا باش يتعمدوا يجيبوا لك القضية ديال الأغاني وداك الشيء. يعني الا هذاك توضع يدي طلع البدر علينا غير موجود، لا جغرافيا غير موجود. ثاني حاجه ديال الغار ولا الحمامه وطا داك الشيء، لا هذا لا يثبت بالمره، لانه هذا قد نقص قدره الله. او ديال الحمامه والطائر وداك حتى هو لا يثبت، يعني هذاك لا يثبت. لان كثير بزاف الناس يعني بزاف الناس تيقولوا هذاك الحديث، بزاف الناس تيقولوا هذاك الحديث. والحديث الثاني ديال وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريحا فقال ليقم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مريح وشم ريح، يعني ريحه معني، فقال صاحب هذا الريح باش ينوض فناض فدار يدعو لنيفو. فلا، هذا ما يثبت. الرسول صلى الله عليه وسلم مش خلقه هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم باطل، الحديث باطل. اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمه جدا، عظيمه جدا، يعني هذه اخلاق عظيمه جدا. اذا فعلت امتي 15 خصله حل بها، هذا ضعيف جدا، هذا ما يثبت من اي صله. الحديث ديال ستاتي سنين خداعات كذلك فيه نظر. فهذا بعد بعض الاحاديث ضعيفه والتي لم تثبت، وكذا سنتمم في الحلقه القادمه بعض الاحاديث كذلك الموضوعه. هو لماذا احنا كندرسوا اللي كنتكلموا على هذا الشيء الضعيف والموضوعه باش تعرف، لانه تولي تعرف المنابر اش كيتقال، تولي يعني ولي تقلب على الاحاديث، تعرف الصحه ديالها، راه موجوده في الانترنت، موجوده في الكتب، موجوده في مسائل. عاد تكون عندنا سلسله علم مصطلح الحديث نتكلم فيها على الحديث، ولكن الانسان باش يعرف ما يبقاش حديث سمعوه يقولوا، راه كاينين موجودين، يعني راه كاينه سلسله الاحاديث ضعيفه، سلسله الاحاديث صحيحه، موجود داك الشيء. راه الانسان خصو يقلب وصافي، خصو يقلب.
الانسان فقط خاصه يمشي ويدير جهد ويقلب. راه هذا دينك، خاصك تتعلم دينك، يعني تعلم دينك، يعني ما شي اي حاجه قالت لك تسمعها وديرها. راه كاين بزاف الضعيف في الموضوع، يعني راه في هذه السلسله ان شاء الله راه تسمع حديث ربما كنت تستغرب يوم انك تقول لا لا، كاينه موجوده الاحاديث الضعيفه والموضوع موجوده. وان شاء الله مع الحلقه القادمه في سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.